بأنكم يعني بالنسبة للشباب حي الوكالة غير راضين. سأطرح عليك سؤال من وجهة نظر أخرى، شباب يعني المنطقة غير راضون عن 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 النخب التقليدية المحلية، شباب، ويرون بأن الوكالة هي خزان وهي سبب في المشاكل كتعاني منها الجهة، لأنها يعني من خلال يعني الفساد الذي يمارس وشراء الأصوات وكذا كذا تؤدي إلى يعني دائما سيطرة نفس الوجوه. هذا هو الدافع الرئيسي اللي خلانا احنا كنتحركوا، هذا هو الدافع الرئيسي اللي خلانا احنا كنتحركوا، لأن وصلونا ميساجات ماشي غير من عند الساكنة المحلية ولكن عند الساكنة بصفة عامة، تلك الدار الإشكالية اللي كاينة هما في الناس ديالكم، هذوك الناس راه كيتباعوا وكيتشراو هما اللي كيطلعوا لنا نفس الوجوه. يعني هذا هو اللي خلانا احنا جات من عندنا المبادرة، غير اللي بغينا ما يفهموش من الناس الثانيين باننا ماشي نايضين باغيين نفرضوا الوجود ديالنا احنا كاشخاص. احنا يا ريت ان يكون عندنا نفس المبادره اللي درنا احنا داخل الحي، واخا احنا ما كنشتغلوش فقط داخل الحي الوكاله او المخيمات بصفه عامه، احنا كنشتغلوا داخل الجهه بصفه عامه، حتى هما يكون نفس الحراك، اكيد باننا غتكون واحد النقطه غنتلاقاو فيها بجوج ونشتغلوا بجوج. انا الباب مفتوح للجميع، ما عنديش اشكاليه. عمر الشرقاوي لا اشكال لديه يعني في اي شراكه مستقبليه مع يعني ابناء من الساكنه او اي مشروع يعني تضاف هذا الاطار. بالعكس، هذا من ضمن المشاريع اللي كنشتغل عليهم انا ان شاء الله. بالنسبه للاستحقاقات الجايه، اللائحه اللي غندخلوا بها غادي تكون فيها هذه الفئات بثلاثه، غيكون فيها الناس الصحراويين ابناء المنطقه والناس ديال الشمال الداخليين والناس المخيم، غادي تكون بواحد باش نعطوا واحد مجلس بلدي او مجلس جهه في المستوى كيمثل كاع الفئات ديال الجهه، وحنا مستعدين نشتغلوا مع اي شخص يكون عندهم شرط انه يكون عنده نفس المبادئ ديالنا ونفس التوجه وعنده غيره على الجهه. وحنا ما مستعدينش نشتغلوا الا ندخلوا تحت الجناح ديال شي واحد من هذا الرموز ديال الفساد اللي كاينين هنا. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني انا ما مشيتش لحضره المؤتمر ديال البام، وما بغيتش نمشي مع هذاك الطرح ديال داك الحزب، لان كاينه جهات نتوما راه كتعرفوها باغا تحتك هذاك الحزب محليا هنايا. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني انني انسحبت، مش غير انا يعني الساكنه كامله، يعني الفئه اللي مشات كتمثل راسها، ما يعني نقولوش كتمثلنا احنا كساكنه، وحتى انا راه ما كنمثلش الساكنه، انا طرف من الساكنه. فعلا الحمد لله يعني قدرنا نوصلوا للقلوب ديال الناس بالاشتغال ديالنا، والناس فهمت المشروع ديالنا ومتجاوبات معاه. كنتمناو هذا المشروع هذا تفهموا حتى الساكنه ديال ابناء المنطقه والساكنه بصفه عامه وتجاوب معاه ونشتغلوا جميع، وغيكون احسن رد حتى على الاعداء اللي هما بغاو يخلقوا الفتنه ما بين الساكنه. احسن رد هو هذا ان يكون عندنا رد عملي. بالنسبه لمدينه الوحده، ما هي الاكراهات التي يعني باعتبارك ناشط يعني في مدينه الوحده، ما هي المشاكل التي تعاني منها ساكنه مخيمات الوحده يعني حي الوكاله بالضبط، الاحياء المجاوره للنهضه يعني الاحياء المجاوره، ما هي المشاكل؟ المشكل الرئيسي والعويز اللي كيتعاني منه الساكنه ديال الطرف الجنوبي هي مشكل ديال المطرح البلدي. كما كيف ما كتعرفوا الناس راه ساكنه وسط المطرح البلدي، صابوا واحد المجموعه ديال الناس بالضيقه وبالحساسيه، وذو حالات مسجلينهم حنا كمركز حقوقنا، زرنا واحد التحرك وحاولنا نشوفوا. هذا هو المشكل الرئيسي اللي مطروح تما، بالاضافه الى مشكل ديال الماء، مشكل ديال النظافه بصفه عامه داخل الاحياء. المجلس البلدي لحد الساعه مازال ما قيمش بالواجب ديالو داخل هاد الشطر من المدينه الجنوبي. هو الاشكاليه اللي كاينه، هي المشاكل الانيه اللي كاينه اللي نقدروا نقولوا اللي هي عويصه. اما المشاكل الشباب والتشغيل وما هي يعني المشكل ديال الشباب مشكل كارثي عندنا حنا، كاين عندنا مشكل ديال الانحراف، هذا هو اللي كنحاولوا حنا نشتغلوا عليه. كاين مشكل كبير ديال الشباب عندنا حنا تما، كاين بحال الا قلتي كاين واحد الفراغ كبير تما، كنحملوا المسؤوليه للدوله. الدولة هاد الناس هملاتهم، جابتهم حطاتهم واحد المدة ديال 20 سنة هملاتهم، ما كاينش تكوين، ما كاينش واحد الرقابة، ما سيراتش التطور ديال هاد الفئة هادي. وكاين الجانب الثاني اللي هو اللي عويص تما داخل الحي، هو مسألة ديال الانحراف، لأن اللي كنشوفوا اللي كنتأسفوا ليه هو كاين واحد المجموعة ديال التجار ديال المخدرات وديال ديال 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 الخمور وديال إلى آخره، وكتعامى عليهم السلطات. كتعامى، ما هو السبب الذي جعل السلطات تتعامل مع هذا المشكل؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. هذا هو السؤال اللي مطروح، مع العلم بان تقدمنا احنا بطلبات المقاطعه الحضريه السابعه اللي تابعه للتراب ديال حي الوكاله مدينه الوحده،
كنصطدموا واحد النهار بواحد الجواب غير مقنع من عند واحد المقدم تما. قال لك هذوك الناس حنا كنعرفوهم وما بغيناش نشردوا ولادهم وما بيجن، ما يمكنش انا نحافظ على اسره وندمر مجتمع على قدو. ومشكل ديال التشغيل مشكل راه كيعاني من المغرب كامل ماشي غير. ما هي الرساله الاخيره التي الرساله ديالي للشباب ديال الجهات والدار الكويره بصفه عامه، انا موحد الصفوف ونشتغلوا جميع في اطار المصلحه العامه ونخدموا الجهه ديالنا. كيف عن طريق جمعيات احزاب بكل وسائل اللي هي متاحه. الا كنا حنا فعلا كاينه مبادره ان يكون واحد الصلح ما بين واحد جوج الاطراف اللي هما كانوا هما الطرف هذا النزاع وهاد الاحداث اللي كانت، انا كنشوف بان هذا الصلح خصو يكون عملي، خصو يكون واحد الاندماج. كاينه رساله كنوصلها للسلطات، الرساله ديالي ان السلطه في يدها طرق كثيره انها تدمج هاد الساكنه. كاين الحمد لله المبادره الوطنيه ديال التنميه البشريه، علاش ما نشدوش هاد الاطراف ونزيوهم في بروجي كلها واحد من هاد الساكنه واحد من هاد الساكنه ونزيو يولي كاينه مصالح مشتركه ما بيناتنا حنا كساكنه. كن على يقين ما عمرنا غنفكروا اننا خاص الاندماج، والاندماج باش يمكن يكون بالعمل، ما يمكنش نجي ونفكروا كيف ما كاينين. جاتني بعض المقترحات من شي اخوان قال لك بغاو يبادروا بواحد المبادره ديال الصلح انهم يبنوا خيمه ويجيبوا جمال ويجمعوا هاد الناس. هادو بالعكس داك ما عمرهم ما غيعطيو الاكل ديالو لنا. الاشكاليه اللي كاينه اكبر من هذا. الرساله ديالي ان الانسان دائما يبحث على الحقيقه. انا كشخص كيجوني مجموعه من الاصدقاء ديالي اللي هما ابناء المنطقه كيقولوا لي ودي ريحنا في مجموعه ديال مجمع مع الناس وكنشوفوا الناس باش كتكلم عليك بواحد الصوره راه حنا ملي كنجيو كنقول لهم واش فلان راه كنعرفوه شي كتقولوا راه ما فيهش ديال الاشكيه. كاينين عندنا خصوم وكاينين عندنا اعداء، كاينين اعداء من داخل مدينه الوحده ومن ابناء المنطقه كلهم الهدف ديالهم الرئيسي انها تبقى هاد التفريقه، يبقى واحد الصراع باش يبقوا هما مستافدين ويحافظوا على المناصب ديالهم. حنا ما يمكنش هما يوصلوا المناصب ديالهم على ظهر ديال الساكنه. حنا كساكنه اهم شي حاجه عندنا هو الاستقرار الامني، الا ما كاينش الاستقرار الامني راه ما يمكنش تحقق شي حاجه في هذه الجهه. والدليل على هذا راه الاحداث الاولى الاحداث الثانيه الداخله راه الاقتصاد ديالها طاح في مجموعه من المجالات. الاستثمار الناس مابقاش كتستثمر، ما يمكنش واحد غادي يجي دابا وغادي يحط 100 مليون ولا 200 مليون وغادي يستثمرها وغدا غادي تمشي تحرق ليه ولا غتشفر ليه. من الرساله ديالي للشباب ديال الجهات والدار الكويره هو الاشتغال. عندنا مصلحة عليا كتهمنا حنا كاملين كساكنة اللي هي هاد الجهة هادي. احنا سياسيا نقدروا مختلفين، كاين عنده كلها وعنده يعني توجه معين، ولكن كاينه شي حاجة اللي كتجمعنا اللي هي هاد الجهة. كلها واحد يناضل من داخل الجهة من داخل الإطار اللي كيبان له صحيح، حزب أو جمعية أو نقابة أو إلى آخره، ونشتغلوا جميع ويكون الوضوح بيناتنا. أي مشكل تطرح ما يمكنش لنا حنا، لأن كاين جهات كتبغي تخسر صوره ديال اشخاص معينين. حتى حنا اللي جينا ندعو على الهضره اللي كتقال لنا على ناس اخرين راه غادي نمشيو نشدو سيف وغادي نمشيو نتفلو فيهم. كتوصلنا بمجموعه ديال الاشاعات ومجموعه ديال الاكاذيب ومن ضمنها المقال الاخير اللي تنشر في الداخل النيوز. علاش انا ما نردش عليه؟ لان شي حاجه تافهه بالنسبه لي انا. بيان باسم شباب حي الوكاله، شكون هما هاد الشباب حي الوكاله؟ ما كاينش شباب حي الوكاله، ما كاينش. الا كاين هاد الشباب يطرحوا الاسماء ديالهم ونبانوا ويعرفوا. اي واحد بغى يدير شي حاجه يديرها بوجهه وما يتدرجش. النضال من وراء الكمبيوتر راه ماشي هو الواقع، الواقع راه كيفرض راسه. وهناك من يتحفظ على ذكر اسمه، يعني كاين بعض الحالات كتطرح نحن هذا من اجل التوضيح فقط بالنسبه للموقع. بعض المرات كيجيك بيان موقع ولكن من خلال الشخص اللي كيبعث لك كيقول لك يا ودي ما ديرش السميه ديالي. ولكن هذا الكلام من شخص، ولكن ما كنقولوا بيان باسم شباب مثلا واحد جا شباب يعني ملي كتقول شباب يعني شباب راه ماشي فيها 10 ولا 20 ولا 30، ماشي هما اصلا كيتكلموا باسم. هذا هو انا ما نقدرش دابا نعطيك شي حاجه باسم ساكنه حلوه، انا ما كنمثلهمش انا باش نقول الاسم ديالهم. يعني حتى شي واحد ما كيمثل شي فئه، هو كيمثل راسه. يعني يقول بيان باسم 10 شباب مثلا او لا 20 من حي الوكاله ولا اما باسم شباب حي الوكاله. حي الوكاله راه الحمد لله كيف ما كيعرفوا الناس كاملين راه فيها الالاف من ديال الشباب، ما نقولش المئات ولكن الالاف. واش هاد انت هاد الناس اللي نشروا هاد البيان هادو جمعتوا وقعت من عند هاد الالاف كاملين؟ ما يمكنش يكون يعني ماشي مشكل، بالعكس هذاك الشيء كيزيدنا قوه. يعني الحمد لله الواقع فارض راسه. الساكنه كلها واحد كتعرفه وكتعرف السي في ديالو. الداخله مدينه صغيره كل شيء معروف فيها،
اي شخص قطع تقول اسم فلان كيعطوك السي في ديالو من نهار تزاد حتى اليومين هذا شنو عنده. وحنا ماشي ناس غرباء على داك الحي باش غادي حنا راه كبرنا وسطهم وخدمنا واشتغلنا معاهم وكيعرفونا وكيعرفوا الماضي ديالنا. وفق المعطيات الحاليه هل تظن بان سيكون هناك يعني تغيير في المشهد السياسي مستقبلا في ضوء الانتخابات الجماعيه القادمه؟ إلا كان حياد الإيجابي للسلطة أكيد بأنه غيكون تغيير جذري. إلا كان حياد سيل إيجابي الحياد كان دائما كاين ديال السلطة ماشي حياد الإيجابي. حياد راه ما كاين ديال السلطة. لا ما كان عمره ما كان حياد الإيجابي. الدليل على هذا الانتخابات التشريعية اللي حنا اللي فاتت ما كانش الحياد الإيجابي. ما كنهضروش على الحياد أنه خلوا الناس دير حملة ديالها ولكن تختاروا الناس اللي في المستوى يخلوا الناس. السلطة ما كتعطيش للساكنة فرصة أنهم يختاروا الأشخاص اللي يبغاو كتفرض عليهم أشخاص معينين يترشحوا. يعني أنا ما كنش حياد. إذن يعني أنتم تتخوفون مما معكم من خوض غمار المنافسة مستقبلا؟ فعلا كاين تخوف ولكن هذا ما كاينش بأننا غنستسلموا. إحنا غادي نهبطوا وغادي نشتغلوا حتى إلا كان منع يكون عندنا الرد طريقة باش تمنعنا في الانتخابات التشريعية كانت طريقة غير قانونية الكل كيعلمها. ولكن كان لنا اشكاليه اللي حنا حسينا بها كاينه حتى الدوله تحطت في واحد الموقف اللي هو كاينه البرلمانيين في الجهه كيمثلوا الجهه خارجيا في ملف ديال الصحراء وحنا ما مأهلينش اننا نمثلوا الجهه ما عندناش معطيات كافيه على 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 الجهه باش نمثلوها. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلانا نقولوا اقتنعنا بهذا المنع ديالنا. ولكن بالنسبه للاستحقاقات ديال الجماعات كان وعد من السلطة على أساس أننا غندخلوا فعلا. قال لك كانت عندكم نية صادقة أنكم باغيين تخدموا الجهة راه يمكن لكم تخدموها من داخل المجالس البلدية والجهة كاين الغرف عندكم فضاءات فين تشتغلوا إلا كنتوا فعلا عندكم نية ديال الاشتغال. وحنا عندنا طموح غير الطموح ديالنا والمواقف ديالنا غادي تبقى هي ما غاديش تغير. حنا رافضين أننا ندخلوا تحت الجناح ديال شي واحد من هاد النخب اللي كاينة دابا بتاتا. حنا كنقلبوا أننا نخلقوا واحد النفس جديد داخل هاد المجالس. هاد النفس الجديد يكونوا فيه شباب في المستوى قد المسؤولية عندهم رغبة أنهم يشتغلوا ومؤهلين أنهم يشتغلوا. هذا هو الطريقة ديالنا إن شاء الله باش ندخلوا وكنتمناهم الله يتوفقوا. شكرا سي عمر الشرقاوي. شكرا جزيلا.